السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. كشف عزيز أخ النوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن استعداد وزارته لعيد الأضحى والذي يتزامن مع استمرار أزمة كورونا وكذلك الجفاف، معلنا أن كوفيد-19 لم يمنع المغاربة من عيد الفطر، ولكن عيد الأضحى له خصوصية لأنه مناسبة لوجستيكية. وحول الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وأثار الجفاف على الموسم الفلاحي بالتزامن مع عيد الأضحى، شدد المسؤول عن قطاع الفلاحة يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين جوابا عن أسئلة الفرق البرلمانية والتي أنصبت حول تداعيات أزمة كورونا على القطاع الفلاحي والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع خاصة مع الجفاف، على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية يقوم بدورها، موضحا أن التلقيحات والترقيم للأغنام بلغ 2.5 مليون إلى حدود الساعة. وأوضح أخ النوش في هذا الصدد أن كوفيد لم يمنعنا من عيد الفطر، ولكن عيد الأضحى عيد لوجيستيكي بامتياز ويتطلب استعدادا، لأن المشكل ليس في العيد داخل المنازل ولكن الإشكال مرتبط بالأسواق، مؤكدا أن الأمر يتطلب تنظيما وهو ما تقوم به وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لنكون في الموعد. وفي هذا الصدد أكد أخ النوش أن المرحلة الأولى من فتح الأسواق ساهمت في التخفيف من الضغط، موضحا أن الهدف هو فتح أكبر عدد من الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى. وحول العلف والشعير أكد أخ النوش أن العلف المدعم بداية من يونيو تم فتح طلبات العروض لاستمرار الدعم إلى شوشنبير، مخاطبني فلاحين سنظل معكم ولن نتخلى عن دعم الماشية لأنه في هذه الظروف الصعبة سيتم مواكبتهم بالإمكانيات التي رصدتها الحكومة. وبخصوص ما أثاره المستشارون حول إشكالية الأسواق، يرى أخ النوش أن هذا التحدي ليس على مستوى الفلاحة ولكن على مستوى الجماعات بشكل كبير، مشددا على أن المجهود المطلوب اليوم هو خلق أسواق منظمة ومجازر عصرية، لأن عددا من الباعة يضطرون إلى استغلال الشارع في غياب أسواق منظمة في جميع المناطق. نشكركم على حسن المتابعة.